شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة الوقوف معا لمحاربة آفة الإرهاب وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الهادفة إلى إخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيشون ويعيثون في الأرض فسادا باسم الدين. قال الملك سلمان خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول اليوم إن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري هو خطوة جادة لمحاربة الإرهاب، وأضاف العاهل السعودي أنه لا بد من الوقوف بوجه التدخلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي الذي يشهد صراعات وأزمات وفتن وانقسامات. عبر الهاتف مباشرة من جدة ينضم لنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور خالد بطرفي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. السعودية المملكة إذن دائما يشهد لها بدورها البارز في مواجهة الإرهاب ومحاربته. الملك سلمان اليوم في قمة التعاون منظمة التعاون الإسلامي أكد على ضرورة مواجهة الإرهاب مع الدول المنظمة مجتمعة، كيف برأيك سيتم هذا التعاون طبعا بالنظر إلى التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلن عنه أيضا؟ سبق أن أعلن الملك سلمان في القاهرة معالم هذا التحالف والحرب ووسائلها، فقال أنها ستكون على الصعيد العسكري والفكري والمالي والتوجيهي، فيعني عندك عدة يعني جبهات يمكن أن نحارب عليها هذا الإرهاب. فالإرهاب يعني آفة لم تأتي من مصدر واحد، ولكن تآلفت العديد من المصادر لتضخيمها وإيصالها إلى ما وصلت إليه. ويعني الآن المركز التحالف العسكري لمواجهة الإرهاب في الرياض يقوم بالتنسيق بين الدول المشاركة، ووصلت إلى 39 دولة بين المعلومات الاستخباراتية وغيرها من المعلومات لتجفيف منابع الإرهاب المالية ومحاربة الفكر الضال بالوسائل التعليمية والإعلامية وغيرها، وإذا لزم الأمر بالوسائل الأمنية والعسكرية أيضا. طيب، منظمة التعاون الإسلامي وتعاون دول إسلامية مجتمعة ضد الإرهاب، إلى أي مدى هو أقوى سلاح ضد من يدعون تدينهم من إرهابيين وهم بعيدون طبعا كل البعد عن المسلمين؟ ولا شك أن هذا لا صلة له بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، والدليل هو هذا التوافق بين أو هذه الرعاية التي يحظون بها من دولة شيعية كإيران، مع أنهم يدعون أنهم سنة وسلفيين، ورغم ذلك فهم يتعاونون مع إيران كما أثبتت الوثائق الأمريكية وخطابات أو رسائل بن لادن بيده التي أخرج عنها مؤخرا. كان هناك تعاون بين القاعدة وإيران، وهناك تعاون بين النظام السوري، النظام العراقي والنظام الإيراني مع داعش. هذا يثبت أن الإرهاب لا دين لها، وأن المسألة لا علاقة لها لا بالدين ولا هي قريبة منه حتى، ولكن هي أهداف يريدون أن يحققونها، إثارة الفوضى والوصول إلى السلطة بالطرق بأسوأ الطرق، وهي الإرهاب والدماء والتدمير والتفجير إلى آخره. طيب، فيما يخص محاربة الإرهابيين فكريا أيضا، وهي من خلال النقاط التي سيتطرق لها هذا التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بقيادة المملكة، من خلال ماذا برأيك يمكن توعية الشباب خاصة، لأنهم ربما هم الشريحة الأكثر تعرضا لغسل الأدمغة من قبل الجماعات الإرهابية، الأكثر انصياعا وربما تقبلا لما تدعي هذه الجماعات الإرهابية؟ للأسف أن التقنية الحديثة استخدمت استخداما سيئا في هذا المجال، وداعش وغيرها لديهم كتائب إلكترونية تساعدهم على نشر الفكر الضال وإلى الوصول إلى الضحايا في كل مكان. الآن مثلا ظهر أن هناك فتاتين في الهند تمكن داعش من الوصول إليهم وتوجيههم وتحريضهم واستغلال ربما نقاط ضعف في نفسياتهم وشخصياتهم من خلال الإنترنت، وهم استطاعوا أيضا أن يفعلوا ذلك في أماكن نائية في العالم. يجب أن يتحد العالم كله، حتى الدول غير الإسلامية التي فيها مسلمون كما وجدنا في بلجيكا وفرنسا
والآن الهند والفلبين وغيرها، يجب أن نتعاون جميعا من خلال برنامج متكامل شامل توعوي تعليمي إعلامي يستطيع أن يناقش أو حتى نفسي واجتماعي يستطيع أن يغير من هذا الفكر ويصحح من مساره. وأيضا يجب أن نحل المشاكل العالقة التي تؤدي إلى ذلك. يعني الملك سلمان حفظه الله عندما ركز في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية على سيناء كان هناك هدف آخر لهذه المشاريع، وهو أن سيناء عبر العقود الماضية تعرضت لمعاناة اقتصادية شديدة، وبالتالي كان التركيز على أمرين: التعليم والعمل. فإذا وفرت فرص العمل من خلال المدينة، نعم، المنطقة الحرة، من خلال الجسر، من خلال المشاريع الاستثمارية الأنمائية والتعليم، من خلال جامعة الملك سلمان، تستطيع فعلا أن تخرج هؤلاء من بؤرة الفقر والبطالة إلى بؤرة العلم والعمل والإنتاج. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا دكتور خالد بطار في الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من جدة، شكرا لك.